بقول لك يا دكتور، طب ما هو تحور في بلد ما كانتش واخده يعني النسبه الاكبر فيها التطعيم والكلام ده كله، واحنا عندنا مشكله في مساله العداله في توزيع اللقاحات على مستوى العالم، وان في دول هي واخده نصيب الاسد وفي دول لا. هنا بتكلم على الدول اللي ما فيش فيها التطعيم ده وفيها لسه ما زال الفيروس، يتحور عندهم ويرجع تاني يلف العالم؟ انا بقولها لك بس بشكل بسيط وبلدي كده يعني. هو في الحقيقه هي دي المشكله، يعني فعلا يعني احنا وهو كان المفروض من الاول يتفهم ان ده وباء على مستوى العالم، فهي المشكله على الكل. أي. لا انا مش هحمي جزء طول ما العالم مفتوح على بعضه وفي سفر ورايح جاي من افريقيا لامريكا ومن افريقيا لاوروبا، خلاص لو حصل اي تحور حضرتك لو تلاحظي التحورين من التحورات المهمه واحد اللي هند حصلت، واحد افريقيا، الاثنين منهم كان من جنوب افريقيا، فحضرتك ده بسبب ايه؟ اقل نسب تطعيمات اتخذت. افريقيا عموما كقاره من اقل نسب التطعيمات، يمكن 4% مصر تقريبا، او خمسة احنا ونص 2% مثلا، بنتكلم 5.5 وبتاع، اللي معلي النسبه بتاعتهم اصلا مصر، نسبه التطعيمات اللي حصلت في مصر، فاقل نسبه تطعيمات. فهي الفكره ان انا لازم لما تبقى عندي المشكله جلوبال على مستوى العالم اتعامل مع لازم نفس اتعامل المستوى ده. معاها، ان انا لازم احميكي زي ما بحمي نفسي، لان انا لو حميت انا مش هقفل على نفسي، ما دام العالم مفتوح على بعضه يبقى انا لازم احمي الكل. طبعا مشكله دوله زي جنوب افريقيا انها اعلى نسب مثلا اصابات بالاتش اي في بالايدز ونقص المناعه، فده بيخلي نقص المناعه عند بعض المرضى يعني مكان خصب او يعني بيئه خصبه، ان انا ممكن يحصل تحور او الفيروس ياخد راحته انه يتحور ويشكل فيها. طبعا هي الفكره بقى انه لما بيجي بيخرج بعد كده هيروح يتعامل بقى مع ناس واخده مناعه عندها المناعه كويسه، فرد الفعل ممكن يبقى مختلف، بس الفكره ان انا هيفضل عندي مشكله في الاماكن اللي فيها نقص الفاكسينات او مش متطعمه كويس او اللي فيها امراض نقص المناعه.